السلام عليكم. هشام، صباح اخويا مزيان. السلام عليكم. دابا شوف، دابا طلعتوني سبتوني تخليوني نهضر، ما يهضرش. خد راحتك اهضر. لا، باش نبقى نهضر ما يهضر حتى شي واحد، باش نتفاهموا على واحد الحاجه. دابا الهضره هذه كامله خاويه، الحل سهل، اما مرته اما امه تمشي تحمل المسؤوليه ديالو وتجيبو من السبيطار، بوان فينال، وتقول لهم انا غنتكلف له بالعلاج ديالو. عادي، راه من حق والديه يمشي ويجيبو، ومن حق مرته تمشي تجيبو. حقاش علاقات الزوجه الشرعيه عندها الحق ديال باش تاخذ راه هي الرعايه ديالها، هي تقابلو بالتريتمون بالدواء، كتحمل المسؤوليه، كتسني ورقه في الطبيب، ولا مو والديه كتسني ورقه في الطبيب. علاش نبقاو نطلعوا لايفات ونطلعوا فيديوهات ونديروا هادشي؟ نزار فاش كنا كندخلوا به الادسنس كامل، كان نزار بعقله، نزار كان زوين، دابا تمشي عاد ولا نزار حمق وخاصو دابا يتعالج. انت هشام، ما عرفش كاع، ما عرفش لا الكلمه لا اللي لا قلتها. نادر، شوف شوف شوف، نهضر، قلت خليني نهضر. ماشي، علاش خليتيني نمشي لاكادير ملي انت باغا السيد؟ يلا مريضه باغي يمشيها، وما لناش شاهدين، ومروان انا خليته واخا يمشي واخا بحضره كيهضروا واخا، معايا. اسمع اسمع هضر واخا، غادي اسمع يهضر. اسمع، نهضر معاكم، واسمع واسمع، نهضر معاكم واحد الهضره ديال لوجيك. هضرت معاكم في واحد الفيديو وتقول الهضره هذه كلشي عاقل عليها ونولي نرجع لها. علاش قلت لكم؟ علاش دابا هاد الافلام كاملين؟ علاش ما بدا بزين؟ علاش كذا؟ السيد نزار قلتها لكم عنده طيف التوحد الخفيف، يعني ما عندوش توحد الحاد، عنده طيف التوحد الخفيف، يعني السيد مريض شويه. نزار انت عارفه كي داير وانا عارفه كي داير، حنا عاشرنا، عارفة اكثر وحدين عاشرناه، اكثر وحدين عاشرناه هو انا وانتي. نزار داير بحال الدريري الصغير، نقدر نقول له طلع سب شي حاجه ما كايناش يسبها، نقدر نقول له دير دير، جلس جلس، نوض نوض، وقف وقف. حيدو نزار من السوشيال ميديا، راكي عارفه انت نزار السوشيال ميديا كيدفع السنطيحه. نزار في الواقع داير بحال شي وليد صغير، لا قلت له جلس وربع يدك غيجلس وغيربع يديه، لا قلت له كل غياكل، قلت له نعس غينعس، انت عارفه هذا الشيء مزيان. يعني نزار تسمعني. دابا انت كتهضر هشام، انا شنو عندي في هادشي كامل؟ خليني نهضر، انا خليني نهضر، مشاجي خليني باغي نهضر، يمشي، خليني نمشي في الطريق، كيعيطوا انا ليا جيت في الطريق، نزار في الكوميساريه. خليني في الطريق، انا جاي. قلت لكم ديك النهار، علاش نتوما؟ نزار عقله ديال دري صغير، يعني ما خاصش يشارج عليه. يعني نزار الملول كيجرو من قنت، نادا كتجرو من قنت، مو كتجرو من قنت، هنا كيتجر من قنت. قلت لكم ديك النهار علاش ما تشدوش نتوما وتصالحوا بعضياتكم واخا واش ومشيتوا شتي في شنو مو. درت ولا ما شتيش؟ واش شتيني طلعت في اسمعي فيديو خليني نهضر، وتصالحت خليني نكمل، معاهم، خليني وطلع نكمل، داك نبيل خليني في الكلية نكمل. ما يشرفنيش؟ الوغ المشكل فيهم انا هما. بقى شوف شوف نادا، اسمعي اسمعي، اي عائلات شوف، عائلات المغربيه، كنهضر على العائلات المغربيه، 50% من العائلات المغربيه الزوجات عندهم مشاكل مع ماين رجالهم، عادي، ديما مشاكل بين النسايب هادو. حال شوف، ما كاينش شي واحد ما عنده 50% عندهم مشاكل مع النسايب، والمراه مدابزه مع مات راجلها، والام مدابزه مع خص راجلها، شي عادي. هذا الشيء حنا في العائلات المغربيه عارفينه وعندنا فيه. انا ديك النهار قلتها لكم، قلت لكم علاش ما تصالحيش انت وامه، ولا ما بغيتوش تصالحوا ماشي مشكل، غير بقاو زوينين، يجي يجلس معاك، يطلع واحد المره في ال15 مريضة يوم في الشهر يمشي يشوف امه. واش ديجا انايا يعني نزار سير شارجي عليه، يعني خاصو يرضي. شوف نزار كتعرفي كيبغي يرضي كل شيء، نزار انا كنعرفه مزيان، نزار كيبغي يرضي كل شيء، ما كيبغيش يخسر، شوف ما كيبغي يخسر الخاطر لحتى شي واحد. هو كيقول لي الملولي انا ما كيبغيش نخسر الخاطر هذا، ما كيبغيش نخسر الخاطر هذا، هو خاصو يرضي كل شيء. ديك خاصو يرضي كل شيء، سير شارجي عليه، يعني هو نزار حنا اللي خاصنا نرضيوه، ماشي هو خاصو يبقى يرضينا، خاص نشدوا له بالخاطر. يعني نتلاقى انا نضحك معاه، نادى دير له خاطره، هو ديال الزوج الملولي بحال الاخ والصديق، مو الام وكذا. واش فهمتي نزار شنو خاصو؟ خاص كل واحد فينا يعامله معامله خاصه، ماشي فاش يجي عندي نقول له بعد من نادا، بعد من امك، فاش يجي عندك بعد من الملولي، هذا الشيء كيدير شارجي نزار. نزار خاصو يجي عندك، ما تهضريلوش على امه، ما تهضريلوش عليا، ما تهضريلوش على حتى شي واحد عامله كزوجه. فاش يجي عندي انايا نضحك معاه كاخ كصديق، امه ما تقولوش بعد من نادا، حيت نزار كيبغي يرضيك ويبغي يرضي نادا، في الاخر كيبقى بلا عقل، في الاخر كيتبلونطا، كيبقى له السيور شارج، ما كيدوخ، وحتى فين يمشي ما كيعرفش فين يمشي. هذا هو الحل، الحل هو دابا خاصك، هادشي ساهل، حنا بلا ما نكثروا هضره في اللايفات والفيديوهات وهادشي، غتمشي انت كزوجه تحملي المسؤوليه ديالو وتخرجيه من السبيطار، ولا تمشي الام ديالو كام ديالو تخرجه من السبيطار تعطيه التريتمون في الدار. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم. نزار حنا انا كنعرفو وانت كتعرفو، انا وياك كنعرفوه اكثر من امو. نزار مريض بالسوشيال ميديا، مريض بالبوز، هذا هو المرض ديالو، صافي. نزار مريض بواحد الحاجه سميتها البوز والسوشيال هو ميديا، ما بعقله يقدرش كيعرف يتفرج. شنو كيدير، راه غير راه في الواقع، راه غير في السوشيال شنو ميديا. قلت لك انا؟ نزار مريض بالسوشيال ميديا، مريض بالبوز. نزار عزيز عليه الكاميرا، عزيز عليه الاضواء، عزيز عليه يهضروا عليه الناس، صافي. صافي هادشي اللي كاين،
يعني نزار لا دابا غادي تمشي تحملي بغينا المسؤولية انها ديالك. تمشي، بغينا انها تمشي بالحق. حنا خايفين يكونوا داير لها شي قالب، مي حنا وعدونا بان على ما سيدي كاين لا ولا قالب لا قالب، والو. انا لا اش بلاتي، حنا القلب كان شي وعدونا حاجة. اش شوف شوف بغيتها، شوف بغينا اسمعي اسمعي مروان خدام القلب، الناس. اسمعيني يا كروفيتا اسمعيني اسمعي، القالب كون كان راه في الخميسة تويجيها القالب، ما كاين لا قالب لا حتى شي حاجة، الزوجة ديالو تهز الكاغيط ديالها الكاغيط باش مزوجين، غتمشي تخرج راجلها من السبيطار، السلام عليكم أنا نسأتني ورقة بأنك تحمل المسؤولية ديال الرعاية ديالو، ولا تمشي مو تجيبو السلام عليكم وزدت مادام، أما هاد اللايفات والفيديوهات ما غادي ينفعو حتى شي حاجة، حنا كاملين استفدنا من نزار وكاملين استفدنا مع نزار، أنا نادى مو كلشي ماشي في أكيد الآخر الحوش ترويطة. لا، ما لا أنا كاينش قلت لها الفايدة لا تخرج تحشو، حيت حيت أنا 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 راني شوف أقسم أنا بالله شوف أشوف تنعادك عاش كروفيتا ليها هشام. كروفيتا عيني اسمع عيني عيني أنا داعي عيني، شوف كروفيتا كتعرفيني واقيلا كيداير واخا عن بعيد، أنا عندي نيشان نيشان كون كان عندي الحق نمشي نجيبه والله تمشي نجيبه دابا سيارة مصباح تبكي، دابا أقسم لك يمينا هي تقبيلة تقدر كتبكي، تجيب. شوف بعتت شوف لهم شوف شوف تليفون حيت الكا أنا شوف بكاتني. الكا اسمعي 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 الكاغيط ديال الزواج ولا كارت ناسيونال غتمشي للطبيب غتخرج راجلها في يديها بوان فينال. هادشي اللي قلت لها انا نفس الهضره. لا شوفي، غتمشي ما كاين حتى شي حاجه، تم مو فرحات في الاخر من عرفات شوف غيكون حنا صور شوف حنا بيناتهم كروفيتا شوف شوف كلشي فرح. انا استفدت شوف شوف حنا كاملين استفدنا معاه، يعني ذاك السيد خاصنا حنا خاص انا قلت لك دابا شوف هو المشكل ما عندوش معايا، هو دابا المشكل اللي عنده خاصو يرضي مرته ويرضي الزوجه ديالو، انا بغيت الزوجه ديالو مرته يرضيو نزار ماشي هو يبقى يرضيهم، حيت هو ما غيقدش يرضيهم بجوج، خاصو هما يرضيوه. شنو هي يرضيوه؟ يجلس مع مرته 15 يوم 20 يوم يطلع يشوف مريره واحد السبت والحد يشوف مو يهبط عند نادا ويخليوه ترونكي، ما تقول له نادا بعد من امك مو ما تقول له بعد من نادا، حيت هو ما يقدرش يبعد من والديه وما غيقدرش يبعد من نادا من الاخر، داكشي اللي باش كاين نقولها لكم هذا الشيء اللي خاص، هذه هي الهضره اللي كاينه، اما بقينا كنقولوا شي هضره اخرى غير كننافقوا وكنكذبوا على راسنا، حنا كاملين استفدنا مع نزار ماديا وضحكنا معاه وخرجنا معاه ونشطنا معاه من الاخر. اون بليس نزار ماشي كي سي با كيلكان دو ميشون، هو كي ظريف والضحك زعما ماشي وماشي حمق. اون بليس دو سا راه بعقلو، غير هو شوف عنده انا ديك شوف 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 انا انفصال بقول في حاجه، الشخصية شوف انا شوية. شوف اسمع اسمع انا ضرني خاطري وضرني خاطري عيب بزاف تا من انا الاخر. والله العظيم كاملين والله. وراه بنادم، راه بنادم مشارك شتيت هو كيبكي مسكين، بقى فيا فتبكي هنا كاملين. المهم شوفوا، السيد ماشي مات، السيد راه عنده مشكل، يعني حاجة عادية صافي، راه غدا تمشي غادي تخرجي، راه ماشي ما يخليوش يخرج، وان شاء الله ما تكون حتى شي حاجة ابخي هذا الشيء. كل شيء بقى فيه الصراحة الله، لأن البنادم ما يستاهلش، ماشي حتى لديك الدرجة. حنا راه ماشي يهود، راه مسلمين، وخا يعني كنطلعوا نتسابوا نتحاطوا ما نخليو ما فين نوصلوا بالحق. لا شوفي دابا البكا ما عنده باش ينفعنا، نادا بالعكس دابا خصك تكوني قوية وتنوضي تمشي تجيبي راجلك. السيد راه ماشي مات، راه حي، راه ان شاء الله كنتمنى ما يكونوش داروا معاه شي معامله خايبه هذا النهار، ونتمنى ما يكونوش بقاو عليه بلي سيغانغ وبلي بيكور وبديك الزبل ديالهم، كنتمنى يكونوا تهلاو فيه، حيت هو راك عارفه معصب. والله العظيم باش ندير انا هذا اش ندير اختي، نوضي في الصباح سيري دابا سيري، كاين راه البنت هتمشي معاك، البنت كازا راه غيسوق هتمشي بيا، معاك، شكون غيسوق بيا؟ انا ما قادرش نتحرك كاع، انتي عاد تسوقي حد غيسوق بيا كازا راه ماشي بزاف، ومن كازا البنت عاد تسوق. سمعتيني؟ عاد تسوقي انتي حد كازا، وكازا فاطمة الزهراء البنت عاد تسوق، وراه هضرات وقدت الامور وكل شيء، ان شاء الله غيدوز كيف ما خصو يدوز. اسمح لي راه ما كنشوفش لي كومونتير، عندي مشكل. ان شاء الله كل شيء يدوز على ما يرام، ان شاء الله يكون كل شيء بخير، وان شاء الله غدا غير غتوصلي، خصك تمشي غير يا بكري، وغادا راه تا يايا قالك لا بغيتي يدوزي يوصلك، ويلي والله يجي موراك ويديك حتى لأكادير. صافي اختي، كله يجي مورايا.
اختي سيرو اون بليس راه يا حاليا معاه واحد السيده، من بعد ما نقول لك شكون، واحد السيده حتى هي بيان بلاسي، يعني ديك السيده هي تقدر تفيدك وتقدر تكون معك شاهده الا وقع شي حاجه، وان شاء الله ما غادي يوقع والو. راه الناس بنادم هو الكلمه، البنادم لما ما عندوش الكلمه راه ما عنده والو. تحياتي لام بشري، البنادم لما ما عندوش الكلمه راه وردك لي والو. يا مريم. راه معانا جو بونس في اللايف. طلع مروان، فين هو مروان؟ ما صفتش ليا كاع، كله صفت ليا دومون. خبار كان عندي الملولي باقي طالع هنا يا هشام، كيبان لي باقي قام بلوكي اختي. نادى لك يلا كل تمام يا ربي، دير شي تاويل للخير والله. هادشي ما كان لا في العقل ولا في الناس كاع، عمرها ما كان طيح لينا تاع على الراس. يا ربي دير شي تاويل للخير والله. راه الناس كامله بقى فيهم والله صدمه، تصدمنا حيت ما كناش كنستناوها. شوفي البلانات اللي كنا دايرين، هتمشيو تسافروا وهتمشيو هادي وتلاقاو وصافي نعلو الشيطان تصالحو. ها مروان جا جو بونس. شوفي لا شفت لي اه مروان، كاين، شفت كاين لي نبيل، كيبان لي انا نبيل كاين. ما صفطوش لي، قولهم يصفطوا لي باش نطلعهم. مروان صيفط في الجيست شنو طاري وواليد شنو طاري. الله فقتي لقيتيه؟ لا طلعي والله ما شفتوش. طلعي طلعي نبيل راه معاه. ما طلعش ليا كاع. نبيل ما طالعلكش؟ نبيل انا كيبان لي يا نبيل. لا ما بقاش يمكن. صافي شوفي الكروفات، انا نحبس اللايف اختي، ما بقيتش قادرة تنهضر. صافي حسن حسن، المهم تتقطعي وصوني عليا نهضرو ان شاء الله يكون خير.